أهلا ومرحبا بمشاهدي اليوم السابع، معكم شريف الديب من محافظة الدقهلية، وأمام قصة إنسانية كبيرة جدا ومأساة حقيقية حصل فيها تدمير للأسرة بالكامل بعد أن كانت أسرة هادئة تعيش حياة هادئة. ريهام مرت بمأساة كبيرة جدا، وهي إن كان حصل لها عملية نصب من إحدى السيدات ورطتها في ديون كتيرة، فبدأت إن الديون تتراكم عليها، فتوجهت ولجأت إلى بيع كليتها لسداد ديونها. هنعرف من رهام تفاصيل المأساة الإنسانية اللي إحنا قلناها. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بيك، أهلا بيك يا أستاذ. كنت عايز أعرف منك حقيقة المشكلة بتاعتك وإيه اللي حصل بالظبط. أنا حقيقة المشكلة بتاعتي اللي أنا أول حاجة اللي أنا جبت واحدة قالت لي اللي أنا أجيب لك قرض وحاجة بسيطة وأكنها جمعية وندفع كل شهر 500 جنيه. أنا جيت وجوزي دول 3500 دي جمعية، وكنا لسه بنشطب في بيت البيت. قال لي ماشي، كان كل شهر بيديني 500 جنيه وانا كنت بكمل 150 وادهم لها، وهي رأت ما هي كانتش في الست حاجه. فضل بقى تاني رفع عليا، قالت لي خلاص تعالي نجيب من ناس تانيين عشان الست ده، وقعدت بتهددني بجوزي تقول لي لو ما جيتيش معايا هنقول لجوزك، هنقول لجوزك. راحت تاني التاني، انا ما رحتش معاها بقى مره تانيه. اتصل بيا وهي هناك عند الاستاذ اللي راحت له في التليفون وقالت له اللي انت عايزه كده، قلت له ماشي اديها. قال لي طب خلاص على وصلت الامانه اللي عندي، قلت له ماشي اديها. خدت 10,000 جنيه باسمي انا وما سبتش برضه حاجه. فضلت تعمل فيا كده، كانت تقف بره تقول لي لو ما جيتيش معايا هدخل اقول لجوزك، لغايه ما جوزي عرف كل حاجه. كل الدنيا بتاعتي اتكمرت عليا، يعني زادت، ما عرفتش اعمل ايه، ما عرفتش اتوصل ازاي. كنت بنزل، يعني انا اتدمرت انا وعيالي الخمسه، اتدمرت البيت كله اتدمر لغاية ما جوزي عرف كل حاجة. وكان هو أصلا بيشتغل في الصحة هنا في دبي، في الصحة في دبي. وبعدين ملقيتش قدامي إن أنا أتنازل عن الكلى بتاعتي، قعدت على الفيسبوك تبرع بالكلى. اتواصلت معايا واحد، اتصل بيا قال لي احنا مركز طبي كلى، قال لي هنستناك بكرة في الدقي ونبعت لك حد ياخدك مندوب من عندنا. أيوة أنا بحسب بقى مركز طبي. خدوني مركز التحاليل الكبير أوي في الدقي وقعدوا يعملوا لي تحاليل. قعدت 3 أشهر من شهر 10 السنة اللي فاتت لشهر واحد يوم 25/1 عملت العملية. قعدوا ياخدوا كل يوم انزل اعملي تحليل أشعة تحليل أشعة لغاية ما في شهر 12 السنة اللي فاتت اتوصلت مع بنت اسمها أسماء دي من الجيزة، محافظة الجيزة. لقيت أنا فصلتي أو وهي فصلتها أو عشان يعني الكلى بتاعتي تتقابل معايا. خلاص احنا داخلين المستشفى خلاص عشان نعمل اقرار ان انا ونمشي. البنت وانا عرفت ان انا عندي ضغط وسكر، البنت قالت لا. قلت لها خلاص يا اسماء انا عايزاها انا عشان محتاجه. قالت لي لا انا مش خايفه على نفسي، خايفه عليكي انت عشان انت عندك اولاد. قالت لا. اتصلت بيهم وقلت لهم لا انا مش عايزه الانسانه دي. استاذ رحاب اللي خدت مني كليتي وضحكت عليا ونصبت عليا، قالت لي طب خلاص جبت لي دواء ضغط، انا مريض الضغط اصلا بيوصل ل 200، الضغط بتاعي بيوصل ل 210. خلتني ضغطي، ادتني ادويه امشي عليها 3 ايام عشان جابت لي واحد تاني من المنصوره اسمه محمد، قالت لي عشان تتبرعي له عشان ما ادخل العمليه، ادخل يوم العمليه عشان يقيسوا ضغطي يوصل يلاقوه واطي يلاقوه 130. حتى وانا بخط الكرينه جالي هبوط. قالوا لي لا يمكن خايفه. قعدت هو الراجل اللي كان واقف معايا اسمه ميدو تبعها، قال لي انت خايفه. خلاص على كده انا جوزي بقى نازل عشان اخد منها الفلوس 100,000. قالت له لا ده 50 30,000 28,000 بالظبط. قال لها يعني قالت له انت لو قلت لا هو يموتك فوق، هتتحبس انت ومراتك عشان دي مستشفى على مستوى اسمها على مستوى عالي في التجمع الخامس فوق. وخلتني اروح في الشهر العقاري في الجيزه اللي انا اتنازل عن الكلى، ورحت القسم اللي في التجمع الخامس عشان يشوفوا الاقرار ويمضوا، يعني ماشيين قانوني. وهي يعني هي نصابة، وخدت من الناس محمد اللي اتبرعت له بالكلى خدت منهم 250,000 جنيه، وانا اديتني 30,000 جنيه. ومحمد ده يحاول يا رب الله يرحمه، بعد ما خد كليتي بأسبوعين
كليتي اترمت، هما اتفقوا معايا ياخدوا من 34 ويسيبوا لي 66. لا خدوا العالية، خدوا العالية 66 يدوها محمد، وانا خدت ال 34. دلوقتي انا عشان مريضة الضغط، الضغط بتاعي بقالي سنة عاملة العملية، كليتي وصلت 16%. يعني في اي وقت متعرضة ليجي لي فشل كلوي. يعني الجرح اللي عندك، الجرح بتاعي قالوا لي 4 سنتي، لا المفتوحة 50 سنتي، 50 غرزة. قالوا لي لا ده انت هتفتح لك 4 غرز بكتير. اطلع من العملية الاقي 50 غرزة، والدكتور هنا في الزمالاوي ساعة ما كنت بروح له بقول له يا دكتور انت ما بتفتحش ليه مرة واحدة؟ بقول لي ما نقدرش نفتح مرة واحدة، يعني نفتح حاجة حاجة 4 غرز 5 غرز عشان انت مريضة سكر، عشان ما تفتحش تاني ويحصل لك حاجة. كان بيشيل غرز دبابيس، يا استاذ كان دبابيس، كان بيشيل علبة كام؟ عارف حضرتك بكماشة؟ يعني انا شفت ايام ما يعلم بها ربنا، وانا دلوقتي اسرتي اتهدت وخلاص بقيت في الضياع. طب انت الناس اللي تواصلوا معاكي دول ايه، مش عارفه توصلي لهم تاني؟ الاستاذ رحاب؟ اه انا ممكن اوصلكم مكان مكان ودتني فيه، مكان مكان اللي عايزني اوديه مكان مكان ودتني فيه هوديه مكان مكان، عشان هي غيرت ارقام تليفوناتها. اه طب مكان مكان اي ودتني، وعارفه اشكال الناس اللي شغالين معاهم، مكان مكان انا هوديكم في مكان مكان اللي هي ودتني فيه، انا مش ناسي مكان مكان. يعني كانت بتوديكي اماكن تعمل ايه؟ اعمل تحاليل واشعاعات وكمان التحليل بتاعتي وتحليل الاسماء، يعني تحليل الولد اللي يعني المتفاوض مع يعني انا وهي زي بعض ولا لا. عارفه اماكن كلها، كل الاماكن اللي رحتها في مصر عارفه اماكنها، عشان اوديكم فيهم عشان تعرفوا هي دي فين وتمسكوهم. طب انت حالتك، عايزين نطمن على حالتك الصحيه، انت ظروفك الصحيه؟ ما باخدش ادويه خالص ولا اي حاجه، تيجي من عند ربنا بدل ما بتحبس، يعني ربنا ياخدني بدل ما تحبس واسيب حيالي. انا بقالي سنة ما باخدش ادوية نهائي، وبطلب مني ادوية بس ما باخدهاش. المفروض تمشي على ادوية. اه عشان ما عنديش مانيع. انا من حوالي اسبوعين بالظبط جالي حمى تيفود، عشان ما عنديش مانيع عملت اشعة بيحسبوا ان انا جالي كورونا. دكتور قال لي اعملي تحاليل عشان دي ممكن يكون كورونا، عشان بسخن بالليل وبترعش ايه يمكن انت كورونا. عملت تحاليل الدكتور بيقول لي ما عنديش مناعة بتاعتك، ما فيش مناعة نهائي في جسمك، عشان دي حاجة بتشال من جسمي وربنا يسامحني. وانا لو لقيت حد يساعدني كنت عملت كيس فيا. انا ما انا بحت عشان اكل ولا اشرب عشان سيدي عليا. طب وانت الناس اللي لها الفلوس دي ما يعني ما تواصلتيش معاهم ان هم يعني؟ انا دفعت لهم، انا بعد ما عملت العمليه دفعت لهم، واحد خد 9 واحد خد 5 واحد خد كذا، وبرضه ما هم كانوا 28000 جنيه. عملوا ايه؟ انا كنت بعدها عايب عليها 100 عشان خلص اللي عليا، ومين اللي عملت فيها كده؟ مين اللي حسب انا الوكيل فيها اللي عملوا فيها كده؟ ده دلوقتي يا استاذ ملوك بيه ما بعرفش امشي فيها، يعني اثرت عليا، اثرت عليا. انا عندي بنتي كبيره هي اللي شايله كل حاجه، الحاجه الوحيده اللي بعملها في البيت هو الاكل بس. طب وجوزك عامل معاك ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه بهدله؟ عامل اللي عليه يعني؟ يعني عامل اللي عليه برضه ودفع برضه، بس هو برضه هو ليه اللي عليه برضه؟ يعني انا كده انا كده هو قال لك اللي في عمل فيا ايه؟ وانتوا معكوش اي حاجه ان انتوا تقدروا تسددوا المبلغ؟ لو كان لو كان معانا كان خلاني اروح بقى كليتي. انا سبت اولادي 3 ايام لوحدهم السنه اللي فاتت لوحدهم، رحت وهو جه معايا عشان يقعد معايا وانا بحكي لي، عشان يقعد معايا في المستشفى. ودلوقتي انت مش قادره دلوقتي ولا تسددي ولا اي حاجه، ولا تسددي الديون ولا ترجعي كليتك تاني؟ ترجع ازاي؟ ترمت بعدها باسبوعين، اترمت يا استاذ. وصحتك؟ صحتي ما فيش خالص، دلوقتي عيني بقت ضعيفة، نصي بقى ضعيف، أثرت في كل حتة، في كل حاجة في جسمي. طيب انت دلوقتي انت بتطالبي بايه؟ طالب حد يقف معايا، النائب العام يقف معايا ويسمع قصتي، الناس تقف معايا وتساعدني وتسمع قصتي. انا مش عايزة اكتر من كده، انا عايزة الناس تعرف قصتي، والنائب العام يشوف اللي الدنيا ماشية ازاي، الدنيا ماشية ازاي، مش مسكين يعني تعرف البلد فيها ايه. طب
طب انت المبالغ اللي عليكي كلهم شاكينك بقد ايه كده؟ المجموع كله حوالي 1000 جنيه. وهما الناس شاكيين، اللي واخدة منه 5 شاكي ب 450 ألف جنيه. واخدة منه 5000 شاكي شاكي. ب 450 ألف جنيه. فطبعا عاملين مبالغ كبيرة. بس هي هم 5 بس، هم عشان بس شاكين كده يعني. لو الفلوس، لو يعني ربنا سهلها ياخدوا فلوسهم. وكمان مشكلة برضو، أنا بناشد برضو نقيب المحاميين، نقيب المحاميين اللي عامل إقرار، اللي منزل قرار للمحامي اللي نروح نعمل توكيل ليه وهو عامل يعمل فينا كده. يعني احنا قبل ما نروح ناخد فلوس من الناس الدكور دول، نروح نعمل توكيل للمحامي، والمحامي بيحط بيلزقنا في الحيطة، احنا مش قدامنا حاجة تانية يعني. أي حد تاني مش قدامه أي حاجة تانية، المحامي المحامين هي اللي عملت فينا كده كمان. ما حدش واقف معاكي خالص، محدش واقف معايا خالص نهائي. طب والست اللي ورطتك دي دلوقتي هي فين دلوقتي؟ مشيت، هربت من بلد، هربت. مش موجودة دلوقتي، هربت من بلد، سابتك هربت. انت لوحدك، انت بتواجهي. سابت البلد ومشيت. ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. يا رب. طب انت عايزة تقولي حاجة؟ نفسك في حاجة تقوليها؟ نفسي اقول بس يا رب حد يقف معايا بس ويساعدني، عشان خاطر بس اولادي، عشان خاطر اولادي واللي انا فيه ده. ربنا انا يخليك. دلوقتي اصلا والله العظيم بقى مش عايزه اقعد في البيت عشان ما يحصليش مشكله، بخاف اقعد في البيت عشان ما يحصليش مشكله. لا ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الحال ونقدر ان احنا نجيب لك حقك يا رب. ونرجعه انا لك بقالي تاني. سنه، يمكن ربنا سهل على يديكم يا رب.